من أرضية الملعب أكتر ومن استاد القاهرة وتفاصيل أكتر عن هذا اللقاء رفقة زملائنا الأعزاء المتواجدين أكيد لتغطية كل ما يدور هناك من أمور فنية أو حتى أخبار عن كل من الزمالك وبروكسي، كل من الزميل العزيز أحمد المسيري والزميل العزيز عمرو نبيل. بقدم لكم كل التحية، ولكن هبدأ مع الزميل العزيز أحمد المسيري. مسيري برحب بيك ولك الكلمة الآن، فتفضل. من داخل استاد القاهرة الدولي برحب بيك زميل عزيز محمد غانم، وبرحب بكل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس وكواليس مباراة الزمالك مع بروكسي ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر. في البداية يمكن حالة من الرضا انتابت كل جماهير نادي الزمالك بعد وصول خطاب من الفيفا بالأمس يفيد بانتهاء قضية خالد بوطيب ورفع القيد في هذه القضية، ولم يتبقى سوى سداد مستحقات مساعدي فيريرا والتي تبلغ 39,000 دولار، وبالتالي في حالة سداد هذا المبلغ سيصبح من الزمالك قيد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. أما عن المباراة، يمكن فريق الزمالك استأنف تدريباته دون توقف عقب نهاية مباراة البلدية في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. الفريق استأنف تدريباته على مدار اليومين الماضيين، وكان التدريب الأخير مساء أمس وتحديدا كان في تمام الساعة 7 بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. يمكن جوميز المدير الفني كان حريص على عقد لقاء موسع مع اللاعبين عقب نهاية المباراة، حذرهم من هذه المباراة وطلب اللاعبين بضرورة حسم المباراة خشية حدوث أي مفاجآت في هذه المباراة، خاصة أن الفريق فاز على فريق بروكسي في النسخة الماضية بصعوبة بالغة بثلاثة أهداف مقابل هدف. يمكن فريق وصل لأرض الملعب في تمام الساعة 6:30. أبرز غيابات فريق نادي الزمالك في لقاء اليوم شيكابالا وسيف الجزيري للإصابة، بينما يعود لقائمة الفريق الأساسية عمر جابر و دونجا بعدما غاب عن المباراة الماضية مباراة البلدية، وأيضا يعود للتشكيلة الأساسية أحمد فتوح، كان آخر ظهور أحمد فتوح يوم 27/5 وتحديدا في مباراة الاتحاد السكندري واللي فاز فيها نادي الزمالك بهدفين دون رد. يمكن أخيرا يتواصل غياب إبراهيم أنضاي عن مباراة نادي الزمالك بسبب أزمة مستحقاته المالية. يمكن إبراهيم أنضاي طالب من مجلس الإدارة عقد جلسة خاصة مع محاميه لإنهاء هذه الأزمة، وبالتالي يمكن كل المؤشرات بتؤكد أن هذا الموسم سيكون الأخير لإبراهيم النضاي بعدما تلقى بعض العروض خاصة من نادي الترجي الرياضي التونسي. يمكن دي كانت أبرز أخبارنا وكواليسنا قبل مباراة الزمالك مع بروكسي ضمن مباراة دور ال 32 من بطولة كأس مصر، والآن تعود الكلمة للاستديو التحليلي وزميل عزيز محمد غانم. كل الشكر للزميل العزيز أحمد المسيري.